وعقب صدور قرار مجلس الامن بشان غزه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحده رياض منصور انه كان يفترض على مجلس الامن ان يدعو الى وقف اطلاق النار منذ فتره طويله. وشدد منصور على ضروره التوقف الفوري للقصف الاسرائيلي والتوغل الهمجي على قطاع غزه، مشيرا الى ان الاحتلال دمر مستشفيات غزه، وبات الشعب الفلسطيني هناك يفتقر للمياه النظيفه والغذاء والدواء. للمره الاولى منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه تخلى مجلس الامن الدولي عن صمته وتجاوز انقساماته بشان هذه الازمه التي تجاوزت يومها الاربعين ووافق المجلس على مشروع قرار يدعو الى هدن عاجله وممتده للقتال في انحاء قطاع غزه لعدد كاف من الايام للسماح بوصول المساعدات القرار الذي صاغته مالطا وتم تبنيه باغلبيه 12 صوتا وامتناع الولايات المتحده والمملكه المتحده وروسيا عن التصويت يطالب جميع الاطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وخصوصا فيما يتعلق بحمايه المدنيين ولا سيما الاطفال. كما يدعو القرار الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وفي كلمه له خلال الجلسه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحده رياض منصور انه كان يفترض بمجلس الامن ان يدعو الى وقف اطلاق النار منذ فتره طويله وفي دليل على انقساماته الطويله الامد بشان الوضع في قطاع غزه لقيت اربعه مشاريع قرارات متتابعه رفضا في اكتوبر الماضي وقد الولايات المتحدة من ناحية، والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقد الفيتو. وبدأ مجلس الأمن بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي بين وقف إطلاق نار إنساني وهدنات مؤقتة.